أيضا كون الإنسان لديه أعمال وأشغال لا تعني أن ينصرف عن طلب العلم، فذلك المهندس وذلك الطبيب وذلك العامل في قيادة سيارات الأجرة أو الموظف الإداري أو في أي مجال من مجالات الحياة، لا يعني انخراطه في هذه المجالات أن يترك طلب العلم. وكما تقدم، طلب العلم عبادة مستقلة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعلم القرآن ليس للحروف فقط، وإنما لحروفه ولأحكامه، ومنها أحكام الفقه، منها الأحاديث النبوية التي هي بيان لكتاب رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذا كان كذلك، فهذه العبادة لا بد أن نجعلها في اهتماماتنا اليومية، كل بحسبه.